شو في موقف تاني عملته أيام مدرسة بهذا الإطار؟ ما قدرتش أنا ألاقي إلا هذا بصراحة، يعني بحبشت كثير. بس صار معي موقف ودمرني. شو هو؟ جيت أعمل حواجبة في شفرة، في الشفرة، خلص خطر في بالي إني بدي أصير توم كروز، عملت حواجبة في الشفرة يا أخي. فكان هذا أسوأ موقف معي يا زلمة. يومها كيف أنا عامل أغنية، كيف لما عملت أضرب تلابيب، لما نزلت أضرب تلابيب وزي كان ضارب أغنية وكاسحة المدرسة، يعني تعالوا تفرجوا على شادي شو عامل في حاله. فهاي كانت فترة سيئة جدا في أيام صارت معي. والله أنا بدي أضحك فيها بكيد. أنا صارت معي والله. مش شايفهم بيصلموا على بعض الحواجب عندي. بس مش مسترجي. أنا من 8 يوم أخليتها أطلقتها على الفاضي. مستحيل هذاك موقف يا زلمة.